السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى جميع التلاميذ السنة السادسة ابتدائي. معكم يوسف دلال، سوف يقوم بتتمة الحصص الخاصة بفهم الأعداد الكسرية الاختزال وتوحيد المقامات. ألوغ، في الحصة السابقة قمنا بالأنشطة التالية: قمنا بتعريف ما يسمى بأعداد كسري مختزل. اختزال العدد الكسري هو كتابة على شكل كسر مختزل، قمنا بتعريفه. قلنا أن العدد الكسري المختزل هو العدد الكسري الذي يكون لبسطه ومقامه قاسما مشتركا واحد فقط، هو واحد، كمثال 3 4 1 2 إلى آخره. ثم قمنا بالطريقة التالية: كيف الحصول على عدد كسري كيفية الحصول على عدد كسري مختزل اتباعا الطريقة التالية. للقيام بتقنية الاختزال نستعين بمصادق قابلة للقسم على 2 و3 و5 و9 و10، وكذلك قمنا بعدة أمثلة للفهم والاستيعاب. إذن في الحلقة القادمة سنواصل، أي التمرين الثاني، اختزل الأعداد الكسرية التالية. إذن هناك واحد التقنية سوف نقوم بها، واحد التقنية ديال التفكيك سوف نقوم بها لاختزال الأعداد الكسرية. لدينا 5 في 7 و3 في 5، المطلوب هو الحصول على عدد كسري مختزل. لن تساوي، عندنا 5 في 7 و3 في 5. إذن للحصول على عدد كسري مختزل يكفي أن نشطب على نفس العدد لا في البسط ولا في المقام. لدينا 5 في 7 و3 في 5، إذن 5 مكررة مرتين، 5 في 7 و3 في 5، إذن يمكن أن نشطب على العدد 5 في البسط والمقام لنحصل على الأخير على 7 على 3. إذن يبقى 7 على 3 هو العدد الكسري المختزل. لماذا؟ لأن شطبنا على العدد 5 واحتفظنا بواحد. عند تشطيبنا العدد سوف نحتفظ بالعدد واحد كالفهم: 1 في 7 هو 7 و3 في 1 هو 3. لدينا هنا عدد كسري جديد: 28 في 15 على 36 في 35. إذن ليست هناك أعداد متشابهة كيف ما شفنا في المثال السابق. إذن يجب علينا أن نفكك، وقبل التفكيك يجب علينا أن نلاحظ الأعداد والعلاقة بينهما، بين هذه الأعداد: 28 في 15، 36 في 35. إذن لدينا علاقة ما بين 28 و36، ولدينا علاقة ما بين 15 و35. إذن 28 و36 هناك علاقة، إذن علاقة جداء. إذن 4 في 7 ثم 4 في 9، 4 في 7 يساوي 28 و4 في 9 يساوي 36. إذن كاين واحد العلاقة بين هذ العددين، هو العدد 4 في 15. لدينا 5 في 3 ثم 5 في 7، 5 في 7 يساوي 35، 5 في 7 يساوي 35، 5 في 3 يساوي 15، 4 في 7 يساوي 28، و4 في 9 يساوي 36. إذن يجب الحصول على التفكيك، يجب علينا أن نفكك الأعداد لكي نقوم بعملية الاختزال، وهذه الطريقة الوحيدة لحل هذه المسائل. إذن نشطب
على الأعداد المتشابهة أو الأرقام المتشابهة لدينا هنا 4 4 نحتفظ بواحد، نحتفظ بواحد، لدينا 5 5 نحتفظ بواحد ثم نحتفظ بواحد. إذا 1 في 7 في 3 ثم 1 في 9 في 7. ونلاحظ أيضا هناك أعداد متشابهة، 7 7 نحتفظ بواحد هنا واحد، ثم نحصل على العدد الكسري 3 9. وثلاثة وتسعة يمكن بسهولة اختزالها، إذن يجب علينا أن نبحث عن القاسم المشترك، القاسم المشترك لهما هو 3، يعني 3 3 يساوي في الأخير 1، 3 مقسم على 3 هي 1، 9 مقسم على 3 هي 3، إذن 1 على 3 هو العدد الكسري المختزل من خلال هذه السلسلة. إذا سوف أعيد لكي يفهم الجميع، لدينا 28 في 15 على 36 في 35، إذن هناك ليست هناك أعداد متشابهة كما في المثال السابق، لدينا أعداد 5، إذا عدد متشابه، إذا يجب أن نلجأ إلى التفكيك. إذا 28 هي 4 في 7، ثم 15 هي 5 في 3، ثم 36 هي 4 في 9، ثم 35 هي 5 في 7. ثم نقوم بتشطيب الأعداد المتشابهة بعد التفكيك، ثم نحصل على عدد كسري مختزل 1 على 3. إذن نفس الطريقة، لاحظوا جيدا، نفس الطريقة، لدينا 39 في 12 على 18 في 13. إذن يجب علينا إيجاد العلاقات بين هذه الأعداد. إذن 39 لها علاقة مع 13، ثم 12 لها علاقة مع 18. لنفكك، 39 يساوي 13 في 2، 13 في 3، ثم لدينا 13، 12 18، إذا العدد 6، 6 في 2 ثم 6 في 3. إذا من خلال التفكيك نحصل على أعداد متشابهة. إذا 13 نشطب على 13 يبقى 1، يبقى 1، ثم 3 نشطب على 3 يبقى 1، ثم يبقى 1، 6 نشطب على 6 يبقى 1، ثم يبقى 1. إذن العموم 1 في 1 1 1، إذن العموم لدينا العدد 2، العدد 2 هو عدد كسري، 2 في أعلى 1، إذن 2 هو اختزال 39 في 12 على 18 في 13. لدينا في هذا المثال العدد التالي 27 في 32 في 20 على 54 في 16 في 10. إذن 27 في 32 في 20 و54 في 16 في 10. إذن ما هي العلاقة بين هذه الأعداد؟ إذن شيء بديهي أن هناك علاقة بين 20 و10، ثم 32 ثم 36 ثم 27 و54. إذن هناك علاقة ما بين 27 و54، 32 و16 و20 و10. إذن ما هو العدد الموجود ما هو العدد الموجود هنا وهنا كذلك 27 و54؟ سوف نقوم بالتفكيك. العدد هو 9، 9 في 3 ثم 9 في 6، 9 في 6 يساوي 54، ثم 9 في 3 يساوي 27، ثم لدينا في لدينا هنا علاقة، العدد الموجود هنا هو 16، إذن 16 في 2، ثم هنا 16، ثم 20، ثم 2 في 10، ثم 10. إذن هناك علاقة ما بين 27 و54، إذن 9 في 3 يساوي 27، و9 في 6 يساوي 54، لكن واحد العلاقة بينهما هو العدد 9. ثم 16 في 2 يعطينا 32، 16 في 1 يعطينا 16، لكن واحد العلاقة بينهما هو 16. ثم 2 2 في 10 يساوي 20، ثم 10 في 1 يساوي 10. إذن ثم نقوم بالتشطيب، أي تشطيب الأعداد المتشابهة. لدينا هنا 9، إذن نحتفظ بواحد،
لدينا 16 إذا نحتفل بواحد. لدينا هنا 10، ليست 2 لكن 10، نحتفل بواحد. إذا ولدينا هنا، إذا بقي لدينا 3 في 2 ثم العدد 6. سوف نفكك العدد 6، هي 3 في 2 في 3 في 2، يصبح العدد هو 1. يعني 1 هو 1 هو اختزال ديال هاد المسائل، لأن العدد 1 هو الاختزال ديال هاد العملية التالية. 27 في 32 في 20 على 54 في 16 في 10. ثم هناك عملية جديدة، 70 في 200 في 15 و 140 في 30 في 15. إذن ليست هناك أعداد متشابهة، نقوم بإيجاد العلاقة بينهم. إذن 70 عندها علاقة مع 140، 15 عندها علاقة مع 30، ثم 200 عندها علاقة مع 50. نفكك، لدينا 70 70 في 2 في 2. لدينا هنا 45 ثم لدينا هنا 15 في 2، هنا 15 و 5 في 10. إذن نشطب، نحسب بواحد ثم نشطب، نحسب بواحد. إذا نحصل هنا 5 في 40 على 5 في 10، نشطب هنا ثم نشطب هنا، نحصل في الأخير على العدد 4، يعني 40 يساوي 4 في 10. أها، 4. إذن 4 هو الاختزال ديال هاد 70 في 200 في 15 في 140 في 30 في 50. تلاحظوا جيدا، من هناك علاقة ما بين 70 و 140، ثم علاقة ما بين 200 و 50، ثم علاقة ما بين 15 و 30. 70 يعطيني 7 في 2، 7 في 2 هي 140، ثم 5 في 4، 5 في 4 هي 200، ولدينا 5 في 10 هي 50، وخمسة في 15 في 1، ثم 5 في 2 يساوي 30. نشطب هذه الأعداد هذه كاملة، سوف نحصل في الأخير على العدد 4. إذا العدد 4 هو الاختزال لهذه العملية كاملة، العدد الكسري الذي تشاهدون أمامكم. إذا هناك عدة أمثلة للاستيعاب الفهم ديال الدرس ديال كيفية اختزال عدد كسري. لدينا في المثال الأول 17 على 51، يجب إيجاد القاسم المشترك بين المقام ما بين البسط والمقام، هو العدد 17. 17 مقسوم على 17 يساوي 1، ثم 51 مقسوم على 17 يساوي 3. إذا 3 في 17 يساوي 51، يجب إيجاد قاسم مشترك للبسط والمقام بشكل ذكي. إذن في العدد الثاني لدينا 120 على 195، يجب إيجاد المقام المشترك، أو يجب إيجاد القاسم المشترك بين البسط والمقام. إذن هو العدد 3، 120 مقسوم على 3 يساوي 40، ثم 195 مقسوم على 3 يساوي 65. وهاد 40 على 65 ليس عدد كسري مختزل، يجب إيجاد عدد
يجد إيجاد قاسم مشترك ثاني يقوم بنفس المهمة. هو العدد 5، 40 مقسوم على 5 يساوي 8، و65 مقسوم على 5 يساوي 13. لأن 8 على 13 هو عدد كسري مختزل ل 120 على 195. لأن 120 على 195 يساوي 8 على 13. ثم لدينا 390 650. لدينا هناك طريقتين. الطريقة البسيطة هو القسمة على عدد 10. 390 مقسوم على 650 يساوي 39 على 65. يمكن طريقة أخرى تفكيكية، 390 مقسوم على 2، إيجاد القاسم المشترك ما بين البسط والمقام هو العدد 2. 390 مقسوم على 2 يساوي 195، و 650 مقسوم على 2 يساوي 325. هناك قاسم مشترك ثاني هو 5، 195 مقسوم على 5 يساوي 39، ثم 325 مقسوم على 5 يساوي 65. إذن 39 على 65 هو العدد الكسري المختزل. العدد الكسري المختزل هو 39 على 65. إذن كاين طريقة تفكيكية، إذن 2 في 5 يساوي 10. طريقة سهلة هي القسمة على 10. إذن في الأخير لدينا 816 مقسوم على 510. قاسم مشترك بيناتهم هو العدد 2. خرجنا في العملية 408255 مقسوم على العدد 3 ويعطينا 136 مقسوم على العدد 85. إذن لقد استفدنا جيدا من طريقة كيفية اختزال عدد كسري للمستوى السادس ابتدائي. العدد الكسري لفئة التلاميذ مستوى السادس ابتدائي، اختزال عدد كسري، كيفية اختزال عدد كسري بشكل بأشكال الإيهيل متنوعة. إذن في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نقوم بعرض درس جديد، كيفية توحيد مقامين عددين كسريين أو عدة أعداد كسرية. كيفية توحيد مقامين عددين كسريين أو عدة أعداد كسرية. إذن كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة لكم من إكس تي في. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله بعد يومين.